يا أهلا بيكم وفيديو جديد من قناتكم الآن تعلم، ويا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بتعتبر حرب فيتنام من أكثر الحروب دموية في القرن العشرين، وبلغ إجمالي عدد ضحاياها ما بين 1,352,000 إلى 4,249,494 ما بين عسكريين ومدنيين. وامتدت الحرب على مدار 19 سنة من سنة 1955 وحتى سنة 1974، لكن احنا في الفيديو ده هنتكلم عن الفترة اللي شهدت التدخل الامريكي في فيتنام، واللي امتدت لمدة 9 سنوات من سنة 1965 وحتى سنة 1974. وكانت الاطراف الرئيسية المتحاربة هي قوات فيتنام الشمالية وحلفائها من جانب، وقوات فيتنام الجنوبية وحلفائها من الجانب الاخر. وكان من ابرز حلفاء فيتنام الشمالية الاتحاد السوفيتي السابق، بينما كان من أبرز حلفاء فيتنام الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية. شاركت الولايات المتحدة بنحو 550 ألف جندي، وبلغت خسائرها ما يقرب من 211,454 ما بين قتلى وجرحى، بينما بلغت خسائر قوات فيتنام الشمالية ما يقرب من 1,100,000 ما بين قتيل وجريح. استخدمت الولايات المتحدة في حرب فيتنام أقوى الأسلحة التقليدية، واللي منها أسلحة محرمة دوليا زي قنابل النابالم الحارقة لقصف قوات الفيت كونج التابعين لفيتنام الشمالية، وألقت ما يقرب من 7.5 مليون طن من القنابل على العديد من القرى والمدن، وقامت بتسويتها بالأرض. إلا أنه رغم كل ده صمدت قوات الفيت كونج واستمرت في قتال القوات الأمريكية، وكبدتها خسائر فادحة في الأفراد والمعدات العسكرية. وهنا لجأت الولايات المتحدة إلى التفكير في أسلوب غريب جدا وغير تقليدي ومرعب للتغلب على قوات فيتنام الشمالية، وهو أسلوب الحرب النفسية، وتحديدا استخدام الأشباح والأرواح لتدمير الروح المعنوية للجنود الفيتناميين. تعالوا في الفيديو ده نتعرف على واحدة من أغرب العمليات العسكرية السرية في التاريخ، واللي أطلق عليها الاسم الحركي عملية الأرواح التائهة. مع استمرار القتال وصمود قوات الفيت كونج، زي ما قلنا قامت وحدة عسكرية خاصة في الجيش الأمريكي في فيتنام، سميت بالكتيبة السادسة لعمليات الحرب النفسية، بابتكار خطة اعتمدت على استغلال المعتقدات البوذية اللي بيعتنقها السكان في المنطقة دي من العالم، لإنتاج سلاح نفسي لتخويف قوات الفيت كونج وتدمير معنوياتهم وإجبارهم على الفرار من مواقعهم أو الاستسلام. حسب المعتقدات البوذية، بيؤمن سكان المنطقة دي إنه في يوم ميلاد الأشخاص المتوفين تنفتح بوابة ما بين عالم الأموات وعالم الأحياء، يمكن من خلالها حدوث اتصال ما بين العالمين، يستطيع من خلاله الأحياء والأموات التحدث مع بعضهم البعض. وحسب المعتقدات البوذية برضو، فإذا توفي شخص بعيدا عن وطنه وبدون أن يتم دفنه بطريقة لائقة، هتظل روحه معذبة وهتستمر في التجول على الأرض وتهيم بلا هدف حتى يتم العثور على جثة الشخص ده وإعادته لوطنه ودفنه في موطنه بطريقة لائقة. استغلت الكتيبة السادسة للحرب النفسية في الجيش الأمريكي المعتقدات دي، وقامت بعمل تسجيل صوتي مرعب في استوديو خاص في مدينة سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية في الوقت ده، وقامت الكتيبة بتسمية التسجيل الصوتي ده باسم شريط الأشباح رقم 10. التسجيل ده كان عبارة عن خليط من أصوات الصراخ المرعب والبكاء وأصوات أخرى غامضة وغير مفهومة، ووسط الأصوات المرعبة دي بيتكلم فجأة صوت رجل باللغة الفيتنامية، والمفترض في التسجيل إن ده صوت جندي من الفيت كونج قتل في المعركة، ونتيجة إنه مات بعيدا عن قريته ونتيجة إن جثته لم يتم العثور عليها، أصبحت روحه هائمة بلا هدف على الأرض ومعذبة باستمرار. وبيخاطب صوت الجندي المقتول ده رفاقه وبيناشدهم الاستسلام أو العودة لقراهم حتى لا يتعرضوا لما تعرض له، وحتى لا يتحولوا إلى مجرد أرواح هائمة مثله للأبد. تعالوا بينا نسمع جزء من المقطع الصوتي المرعب ده. يا كريتي، 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 ك
قامت الوحدات العسكرية الأمريكية بتشغيل التسجيل المخيف ده من سماعات ضخمة محمولة على طائرات هليكوبتر أو على مركبات مدرعة أو عن طريق سماعات بيحملها جنود من المشاة اللي اتخذوا مواقع على حدود الغابات اللي اختبأ فيها جنود الفيتكونج. ومع تشغيل السماعات الضخمة ومع حلول الظلام في الغابات، كانت الأصوات المرعبة لشريط الأشباح رقم 10 بتبدو وكأنها حقيقية تماما وبتأتي من كل مكان وليس من مكان واحد. أما عن كفاءة الاستراتيجية دي فبيقال أنها حققت نجاح محدود. في اليوم الأول لتشغيل شريط الأشباح رقم 10 في فبراير عام 1970 استسلم 3 جنود من الفيتكونج للقوات الأمريكية دون قتال. العديد من الجنود الفيتناميين أدركوا أنها مجرد خدعة وقاموا بإطلاق النار على الطائرات الهليكوبتر اللي بتحمل السماعات، لكن بعض الجنود اعتقدوا أنها بالفعل أصوات حقيقية وهربوا وتركوا مواقعهم. مثلا في مرة من المرات قام أحد الجواسيس الفيتناميين بنشر إشاعة ما بين صفوف قوات الفيتكونج وصفوف سكان القرى الفيتنامية إن فيه نمر قام بالهجوم على مجموعة من قوات الفيتكونج وقتل عدد منهم. وبناء على الإشاعة المخابراتية دي قامت كتيبة الحرب النفسية الأمريكية بتسجيل صوت زئير نمر وقامت بدمجه مع أصوات الصراخ والبكاء في شريط الأشباح رقم 10. والمرة دي حققت الاستراتيجية نجاح ملحوظ. يقال انه عند تشغيل التسجيل ده بالقرب من احد الجبال اللي تمركزت فيها قوات الفيتكونج قام 150 مقاتل بالهروب من مواقعهم واخلائها. في بعض الاحيان كان شريط الاشباح رقم 10 فعال جدا لدرجة انه تسبب في عدد من المرات في هروب العديد من قوات فيتنام الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة وسبب حالة من الهلع والرعب في قرى فيتنام الجنوبية. لكن يبدو أن خدعة شريط الأشباح لم تنجح مع قوات الفيتكونج وقوات فيتنام الشمالية، لأنه في نهاية الأمر انتهت حرب فيتنام بهزيمة الولايات المتحدة وحلفائها وانسحابها من فيتنام الجنوبية وقيامها بإخلاء عدد كبير من موظفيها في السفارة الأمريكية ومن حلفائها من الفيتناميين في حالة عارمة من الفوضى والذعر، فيما وصف بأنه أكبر عملية إخلاء وهروب بطائرات الهليكوبتر في تاريخ الحروب الحديثة. وسقطت مدينة سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية في يد مقاتلي الفيتكونج وجنود فيتنام الشمالية، وتم توحيد فيتنام الشمالية والجنوبية في دولة واحدة سميت باسم جمهورية فيتنام الاشتراكية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانتوا عارفين طبعا لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، واشوفكم بإذن الله على خير الفيديو القادم.